نذهب إلى الصين، حيث أجرى البنك المركزي الصيني عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما بقيمة 100 مليار يوان، ما يعادل 14 مليار دولار بسعر فائدة 1.95%. جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه بنك الشعب الصيني الشهر الماضي تخفيض نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي ومعدل إعادة الإقراض ومعدل إعادة الخصم للقطاع الريفي والشركات الصغيرة لدعم الانتعاش الاقتصادي.